ينضم معنا من اسطنبول الأستاذ شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي. أستاذ شاهو، بداية مرحبا بك. أستاذ شاهو تسمعوني؟ حياكم الله. أهلا بك أستاذ شاهو. بداية، كيف تقرأ هذا التقارب السياسي بين بغداد وأربيل وزيارة البرزاني بعد هذه القطيعة؟ حقيقة أن زيارة بارزاني يأتي بصفته الرئيس الديمقراطي الكردستاني، ولن نستطيع أن نقول أنه يمثل الأكراد كما كان في السابق رئيسا للإقليم، فهو تنحى عن رئاسة الإقليم، وبالتالي لا يمكن إعطاء أهمية كبيرة لهذه الزيارة. ولكن بسبب الأحداث التي جرت ما وراء الاستفتاء والقطيعة التي حصلت، ولكن التخلي الأمريكي عن الجانب الكردي، هناك عودة لمسعود البارزاني وإدراك للديمقراطي الكردستاني بأن القطيعة مع الأطراف المتحالفة مع إيران قد لا تؤدي إلى نتائج إيجابية، وبالتالي فتحوا صفحة جديدة. وأيضا جاءت هذه الزيارة لتعزيز هذا الأمر، وأيضا لتأييد حكومة عادل عبد المهدي لكي تطبق الدستور، وأيضا يتم حل المناطق المتنازع عليها، ويتم رفع حصة الإقليم في موازنة العراقية التي تم خفضها عن طريق حيدر العبادي. بارزاني أصر على استبعاد حيدر العبادي وعدم منحه الولاية الثانية، وحقق هذا الأمر، ويريد الآن أن يفتح صفحة جديدة مع عبد المهدي وشركائه السابقين حتى لا يتكرر نفس المشكلة التي أوجدتها الخلافات والانقسامات بينهم. حركة التغيير الكردية تقول إن أي اتفاقات يبرمها البارزاني غير ملزمة لكردستان العراق. يعني أمام هذا الصراع السياسي أستاذ شاهو، يتساءل البعض أين مصلحة المواطن العراقي؟ حقيقة يمكن البعض لا يدرك الخلافات الموجودة داخل الساحة الكردية. بعد تنصيب برهم صالح وهو منتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، رفض السيد مسعود البرزاني أن يدخل برهم صالح إلى مدينة أربيل، وفي زيارته إلى الكردستان إلى إقليم كردستان زار سليمانية ولم يزر أربيل ولم يزر دهوك، لم يستطيع أن يفعل ذلك. والآن بعد زيارة البرزاني، برهم صالح ذهب إلى زيارة خارجية فورا ولم يلتقي به داخل بغداد، وبالتالي هناك صراع وهناك مشاكل داخل الأطراف الكردية. والسيد مسعود البرزاني الآن فقط رئيس حزب ديمقراطي كردستاني، ولا يمثل التصور أو الرأي العام الكردي كما كان سابقا رئيسا للإقليم. وبالتالي أيضا الاتفاقيات التي قد تنعقد مع الأطراف الشيعية قد يكون مثل الاتفاقيات التي عقدت مع المالكي والعبادي، ولكنها أدت إلى نتائج سلبية في المستقبل. وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه التقاربات الشخصية لتحسين ظروف المواطن الذي ينتظر حل المشاكل المتعلقة والعالقة والموازنة والاستقرار والعودة إليها للمناطق المتنازع عليها. أحد النواب أستاذ شاغو، وهي يعني سروة عبد الواحد، اتهمت الأحزاب بزرع الفتنة بين العراقيين ثم بعد ذلك التقارب بينهم، أي بين يعني التقارب السياسي. ما دقة هذه التصريحات؟ مع الأسف لا نستطيع أن ننكر هذا الأمر، وخاصة بعد المشاكل التي حصلت في المناطق المتنازع عليها. نحن رأينا مواجهات عسكرية وسقط قتلى، وأيضا 150 ألف نازح إلى الآن نازحون، وإلى الآن يعانون ولا يعودوا إلى مناطقهم. ورغم كل ذلك، الأطراف التي تسببت بهذه الأزمات وهذه المشاكل تعود إلى احتضان بعضها البعض وإلى الاتفاقيات، والشخص الوحيد الذي يدفع ضريبة هذه القرارات السياسية الخاطئة هو المواطن المسكين، فهم لم يخسروا شيئا وعادوا إلى تحالفاتهم من جديد. وللأسف هذه أمر تعودنا عليه في العراق الجديد الذي وعدوا ببنائه ووعدوا المواطنين بأنه سيكون مستقرا ويحقق مصلحة المواطنين، ولكن حدث العكس تماما للأسف. البعض من يعول على عبد المهدي وبقدرته على التغيير، ما الذي تختلف حكومة عبد المهدي عن غيرها؟ بالعكس تماما سيدي الكريم، لا يمكن التعويل على عبد المهدي كثيرا، لأنه لا يوجد حزب سياسي يدعمه داخل البرلمان، وأيضا هو بحاجة إلى تحصيل موافقة جميع الأطراف السياسية، وبالتالي إعطائهم المجال للفساد والصفقات المشبوهة والصفقات الوهمية. وأيضا الأمر الآخر، ما يدل على ضعف عبد المهدي من الآن، هو إلى الآن لم يتم حسم الوزارات الأمنية، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، بسبب وجود تأثير وضغط من قبل الأحزاب السياسية. وبالتالي الشخص الذي لا يستطيع أن
يفرض أمره، يفرض قراراته من الآن، كيف سيستطيع أن يغير الواقع الموجود في العراق مستقبلا؟ شكرا لك أستاذ الشيخ والقرداغي الباحث في الشأن العراقي، كنت معنا من إسطنبول.